في مادة تطبيقات الحاسبة. نتواصل معكم في سلسلة محاضراتنا عن أساسيات وتطبيقات الإنترنت، ووصلنا إلى التصفح والبحث في الإنترنت. بالمحاضرة السابقة كانت ريفيو عن آلية البحث في مواقع البحث المتوفرة في الإنترنت. تذكرون شنو المواقع اللي أخذناها بالمحاضرة السابقة شباب؟ من يذكرني؟ موقع جوجل، موقع نعم 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 حكينا عن ياهو، عن الإنترنت إكسبلورر. دكتور هشام، على موقع جوجل الألماني والإنجليزي. تمام، جيد جيد جيد. جوجل كروم ايضا يعني هم حكينا عنه. يعني عاده مواقع البحث هي الجوكر نسميها، او هي اساس كل شيء في يعني في للبحث في الانترنت. فشركه مايكروسوفت حريصه انهم نسوي ابديت دائما، انه تطلع نسخ من محركات البحث حتى يتم من خلالها، يعني هي اساس الانترنت انه بحث عن شيء وتلقاه وش تلقاه او 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 شلون توجده، يعني او تلقاه انه ما متاح فتضطر انه تشتريه. فهو صار اضافه انه ماركتينج ايضا، يعني تسويق واضافه للمعلومات المجانيه. عاده يعطوك معلومات مجانيه يرغبوك انت تبقى تبحث، المعلومات المجانيه دائما يعني متاحه، لكن اللي يريد اكثر ويطور اكثر وكذا يعني اكو حسب المواقع. اليوم محاضرتنا راح تصير على متصفح اخر، هو الانترنت اكسبلورر. الانترنت اكسبلورر، سامعين بي؟ هاي الايقونه مالتي. هذا يكون البراوزر، هذا يكون طبعا حرف اي، اوكي هاي حرف اي اكسبلورر. هذا يكون دائما مرفق مع من؟ مع نسخ الويندوز، فذلك اصدارات حديثه. انترنت اكسبلورر الموجود 11 تمام، كان كل 10 والثامن والتاسع وهكذا يعني، وكل مره كل ابديت يصير بالتاكيد. سامعين بالابديت؟ ويندوز دائما يسوي ابديت، يعني يسوي تحديث. دكتور شنو يعني تحديث؟ عندك لعبه تحدثها، عندك شنو يعني تحديث؟ عندك برنامج، عندك ويندوز، عندك اوتو التحديث نزل. يعني هو الدكتور بالتحديث يعني شلون يضيف له شلون اصدارات جديده، او يعني شلون يعني بعد باضافيات، يعني شلون يصير زياده سرعه التصفح هم بي. اذا جيد بارك الله فيك. اذا بالتحديث الله يسلمك، سكيورتي ايضا بروتكشن. انت الشركات قاعده كلها يا اصدار يجي يلزموه اللي يهكر عليه واللي يبوقوه واللي يصفقوه واللي يفشلوه واللي تنافس سوق عمل عندنا. فحتى نتنافس احنا بسوق العمل مو صحيح، لازم نطلع الديفلوبرز المبرمجين يسوون موقع، يسوون برنامج، يسوون متصفح. فهذا المتصفح به ثغرات هكر، يعني تضطر الشركه شو تسوي؟ دائما تسوي ابديت. حتى شنو العيوب السلبيات مو صحيح؟ نعم دكتور. تمام، مثل احنا البشر لازم نسوي ابديت انه دائما، يعني ليش؟ يعني حتى نحو الاحسن، يعني ندارك انفسنا، اخطائنا، عيوبنا، ودائما نصير نحو الاحسن يعني بالابديت اللي المفروض نسويه يعني. فهذا هو الانترنت اكسبلورر. طبعا اكو 11 كل 10، اكو مايكروسوفت ايج هم متصفح، يعني جوجل كروم سامعين به؟ نعم دكتور. وفايرفوكس
كثيرة 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 جدا، المتصفحات كثيرة، بس ادخلوا عالنت وشوفوا الفور جي وتمتعوا واقروا ماشي طلاب، يعني امامكم كل شيء متوفر. هاي 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 النعمة الربانية الكبيرة انه من وجود النت، حاول تستغلها وتستفاد منها لتطوير ذاتك، انت تتخرج تفيد الاخرين تفيد نفسك تبحث عن عن ضالتك كلها، يعني صارت هسه متاحه الكترونيا. فاذا متصفحنا هو الاكسبلورر. ويندوز كان 7 ويندوز 8 هاي انظمه التشغيل تجي وياها اكسبلورر. الان الويندوز 10 موجود عندنا، يعني موجود، فالنسخ الانترنت اكسبلورر تجي وياه. اللي اريد اقوله انه اللي راح نشرحه احنا هو الانترنت 9 اللي هو يشبه العشرة طبعا، يعني مش مجرد ابديت، ما نقدر نقول بسيط او كذا، يعني الابديت هو مو بس اضافة برامج وخواص، هو ايضا سكيورتي، سد ثغرات، حمايه، قوه، فايرول، يعني يعطي قوه، رصانه وهكذا. يعني فخلي اشوف لكم اياه، هو هذا الانترنت اكسبلورر. قدامنا شلون تلقاه بكل حاسبه، بس تكتب تصفح هنا بالويندوز مالتك ماشي، فخلي بالسيرش مالتي اي اكتب انترنت اكسبلورر، هذا طلع انترنت اكسبلورر علامة الاي ماشي. انا منزله هنا على تاسك بار، هذا الاسفل شريط المهام الاسفل، فانت شو تسوي مثلا عندك هذا عجبك تريد دائما ترجع له دائما، فليش تبحث وتدور وكذا، كليك يمين اوكي نعم دكتور، تقول له طبعا انبن، يعني هو فروم تاسك بار تو تاسك بار، هسه خلينا نحذفه فيطلع لك بن تو تاسك بار، يعني خليه موجود بالتاسك بار او احذفه، فاحنا نقول له بن اوكي فينزل بالتاسك بار، تنطر، فهذا شكله متصفح يشبه الياهو. واضح؟ متصفح يشبه الياهو. طلاب عددكم شو قليل، 29 قل عددكم، مو بال 50 مو 52؟ نعم دكتور، في عدد 57. ليش نص دائما؟ هاي المشكلة دائما، ليش نص؟ ما اعرف جزء دكتور النت يعني فاصلين مهم، يعني كان هو شوي صبح ما لين اليوم هم تراب والله، في شوي النت مو كلش. عفوا استاذ، النت باغلب المناطق يعني ما موجود يعني بسبب الكهرباء، فجزء يعني ما عندهم كهرباء لذلك ما مساكين الكهرباء. يعني احنا شلون يعني مو حكينا شلون تتفادى شلون تشحن موبايلك، خلي للمحاضرة، شلون اليو بي اس تجيب الراوتر مالتك يو بي اس على قد المحاضرة، مو صحيح؟ لأنه نعم هاي المحاضرة هم تدزنا بها بي دي اف لو بس معلومات على الحاسبة، يعني بس انك تكتب بس تسجيل يعني. اين هاي المحاضرة تفاعلية يعني اونلاين، ودا اسجل نعم. ودا اسجل واحملها على اليوتيوب بس يصير النت قوي عندي، وبي دي اف موجود بالجوجل كلاس روم. عايل عليكم نريد من عندكم انه موبايلاتكم جاهزه
للي ما عنده، للي لابتوب او يشكي يرتب اموره وقت المحاضره المعروف، وهي قد محاضرتنا يعني متعبه بس ساعتين. فما يعني وهي كلها مسجل حضوراتكم ونشاطاتكم كلها موثقه. فالانترنت اكسبلورر هذا ماشي، هذا شنو ميزه الانترنت؟ الانترنت اكسبلورر شنو ميزته شباب؟ ميزته يحتوي على شنو؟ الفرق على جوجل، راح تكتشفون ماكو مثل جوجل. يعني يحتوي على اخبار، اعلانات وغيرهم. فهل تاثر على شعبيته وعلى يعني الشغل اللي بيه؟ بمتصفح بريدي ببوكينج.كوم، طبعا هذا موقع بوكينج.كوم حجز فنادق بالسفر وغرف شقق يعني، وهكذا بقيه التطبيقات اللي موجوده. ومتصفح عادي يعني مثلا راح نجي نتصفح نقول على السولار سيل ان العراق، سولار سيل ان العراق. فهكذا متصفح موجود. واذا تلاحظون شباب من الجهه اليمين اعلى اليمين اكو هاي علامه سيتنج، وهنا أنا خيارات اوكي ومتصفحات، هاي راح نجي عليها يعني نجي عليها وبالمحاضره وهكذا، وهنا علامه الفيفوريت وهكذا. فإذا انترنت 9 راح نحكي عليه، من ميزاته الانترنت 9 شباب الامان والخصوصيه. انت شو الفائده ما عندك خصوصيه؟ تسوي اكونت وتحمل وتصير صفحه موقعك وتقدر تحمل خصوصياتك وصورك وكذا، يعني اراد له خصوصيه يعني اراد انه يكون امين. فبي ويندوز ابديت بي برايفت يعني سمارت سكرين وراح يكون توضيح. فيها قائمة بحث مرتب. كان المتصفح يحدث ايرور، فهذا الانترنت اكسبلورر بميزة يحاول يصلح الايرور اللي موجود دون ما يأثر على الويندوز بصورة عامة وبقية في البرامج. بميزه الريتريف داتا، انه من يصير غلق للصفحه التصفح الانترنت اكسبلورر ممكن تسترجع البيانات اللي موجود بيها، ممكن تسترجع الموقع مالك، يعطيك سجستشن اقتراحات دائما قريبه على شغلك، قريبه على الموقع اللي انت تصفحت به، قريبه على يعني انت شوف شنو يعني اللي موجود. النقطة السادسة، تم دعم انترنت اكسبلورر 9 الآن من قبل معايير W3C. ال W3C هاي منظمة عالمية هي مسؤولة عن وضع الستاندر، يعني موضوع مسؤولة عن الورد وايد ويب. اوكي كونستيوم شنو هاي الورد وايد ويب؟ هي اهم منظمه دوليه عالميه يعني لوضع المعايير القياسيه لشبكه الويب العالميه، وبها ناس متفرغين بهذا الشيء يعني ما حد يشتغل بكيفه يعني كله ستاندرد. واضح؟ يعني 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 اني هسه كمصنف كباحث
أكاديمي وعندي ألقاب لقب علمي، فمن أريد أسوي لي بحث أو بيبر ورقة بحثية لموضوع معين، فهاي فيها أنا أرسلها كملها وأرسلها إلى جهة النشر قبل ما تنشرها جهة النشر اللي هي مجلات مصنفة عالمية، مؤتمرات، البحث يعرضوه على علمة على لجنة. هاي اللجنة هي لتقييم البحث، هل هو البحث فاشل، يعني مو فاشل وإنما خلينا نقول هل البحث بفكرة جيدة ويفيد المجال الأكاديمي والبحثي أو مو، ويقبلوه. هل البحث يحتوي على ثغرات كبيرة ومشاكل وغامض وما يفيد، ممكن يرفضوه ويطوق ملاحظات عليه ويقوموه. فالمهم انه ماكو واحد من يما كيف يقول انا سويت فتاة بزة ويقبل يلا. يعني اكو انفورميشن او هنتس تجيك يعني دي ايضا اسفل الشاشة، يعني عن وضع التصفح اللي موجود. هاي صورة لشكل الإعلامات يعني اللي تجي حدث أو داونلود يصير بالأسفل. هل تريد هذا المتصفح مالتك يصير هو الأساسي في ديفولت، يعني مباشر يطلع لك ثانوي وهكذا. تكون مرات إنه أنت بالحاسبة تستخدم أكثر من متصفح، صحيح؟ يعني هسه خلينا نجي نسأل سؤال بالله. سؤال علي عبد المطلب في الفن، شنو نوع المتصفح اللي انت ترغبه بالحاسبة؟ نعم دكتور، شنو نوع المتصفح اللي ترغبه علي بالحاسبة؟ هي اللي ماشي يعني دائما مستخدم جوجل كروم، هو اكثر شيء اسهل شيء تقريبا. شو اسمه؟ كروم، جوجل كروم. جوجل كروم، نعم نعم. بقية شو تحبون؟ دكتور اكثر شيء على جوجل، الاكثر استخداما هو الجوجل كروم، لان اذا ننظر للانترنت الاكسبلورر عفوا، يعني من نستخدمه نحس مثل ثقل البرنامج، او مثل تطلع لنا في الاعلانات كثره الاشرطه المستخدمه يعني بواجهه البرنامج. فالجوجل هناك عندنا اكثر يعني اكثر استخداما يعني لسهولته. بعد تحبون شباب يعني بالمتصفحات سامعين بالأوبرا؟ نعم دكتور. سامعين بالأوبرا؟ نعم دكتور. شنو الأوبرا؟ أنا فد مرة صفحت بها بس بحوث، يعني بس بحوث علمية، أكثر شيء بحوث علمية يعني. هذا أيضا متصفح وراقي نعم. جدا وهم يرغبوا بي له ما له وعليه ما عليه. فإذا هي شركات، هو ميدان وكلها تتنافس. الأوبرا لا بأس به، ومتصفح كان جربة زميلتكم تقول بس أكاديمي نجي نتأكد www.opera.com هل صحيح بس أكاديمي؟ لو شلون يعني تلاحظون من أحيانا تفتح صفحة شباب لاحظون انه اكو فري كوكيز. شنو الكوكيز؟ جيناها بالمحاضرات السابقة. الكوكيز هي اللي الموقع يقوم يخزن بياناتك، يعني اليوزر نيم والباسورد، الى قابلية انه يتذكر بالسرعة. هذا هم سلاح ذو حدين، يعني سلاح ذو حدين، يعني انه تنتبه.
هاي الميزه اللي موجوده والمساعده اللي موجوده وهكذا يعني. لاحظة أيضا في بيانات كثيرة information موجود ما يراد له تنزيل. شوفوا أنتم أيضا، هو مو موضوعنا، شوفوا أيضا طلاب يعني بلو فوتو وشنو الفيتشر البي وشنو النقدر. خلينا نرجع على الانترنت اكسبلورر. تكون من النافيجيشن بار والاوبشنز بار، اي شريط التنقل، شريط الخيارات، كوك السريعه، سيرش بار على الانترنت اكسبلورر لازم تبحث، قوائم، كوماندز بار، والستيتس. نافيجيشن بار انه تدخل على الموقع microsoft.com اوكي وبالسيرش، وشلون تسوي نافيجيشن يعني دخول، شلون تسوي بحث بي يعني. فعندك خيارات بي انه شلون تسوي باك رجوع. طبعا هذا انا اريد من عندكم يعني من تقروه حتى تفهموه وتضبطوه، تحوه امامكم وتطبقون كل حاله يعني حتى تكون واضحه يعني الكم. الباك تطلع لك صفحه الويب السابقه اللي انت فتحت، فورورد لاحقه اللي انت مسويها، الادرس بار اللي بيه العنوان، كنترول اي كنترول بلس اي انه سيرش شلون تسوي بحث عن طريق العناوين وهكذا يعني. وهكذا يعني هاي الصفحات سكيب من ستوب توقف عن البحث او تحميل صفحه اذا كنت تسوي لها داونلود. اف 5 شايفين هاي انه تسوي ريستارت او ريفرش. هسه نجي على الكويك. عندك الت بلس هوم، هذا يرجعك يعني شنو مثلا انت بالانترنت اكسبلورر طبعا تريد انت تختار اللغه نانو اوكي، اللغه مالتك اللي التصفح مالتك نانو، تقدر تسوي اكونت وضروري تسوي اكونت عندك، ونيوز يعني نيوز موجوده كالعاده، شوف الكوفيد 19 وين وصل وش سوى وش راح يصير وهكذا يعني. من تبحث سولار سيل هنيجي انترنت اسقاط عليك تشوفون هاي الايقونه شباب اعلى اليمين رابع وحده على اليسار. نعم دكتور. شكل بير. نعم دكتور. هوم هوم الف زائد هوم، اما تضغط عليها او تدوس او تضغط يعني اضغط عليها اللي هي الالف زائد هوم شو يطلع لك؟ راح تطلع لك الصفحه الرئيسيه اللي كانت سابقا اوكي؟ يعني كانما رجعت بار. وهكذا تكتب اي بحث اخر. النت شو اعرف عن
هذا الاسم احمد عبيد. اوكي بس انا بحثت بالانترنت اكسبلورر فقال لي اكو ملف بي دي اف شو اسمه؟ اسمه لو كومبلكسيتي ريت كومباتبل بنشر فور بلا 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 مو؟ من المؤلف مالته؟ احمد عبيد. جيد. اكو موقع اسمه هم احمد عبيد بس ما له علاقه احمد عبيد المقصود. اللي اكو بيبر اسمها ديزاين اوف كو اوف دي ام سيستم ان بلا بلا بلا. مو المؤلف مالته منو؟ اي هذا عاني صحيح. وهكذا يقول لي اكو بحث اي هذا عاني صحيح. احمد عبيد عند وهكذا وهكذا يعني فالبحث يكون يعني تذكر الاسم الثلاثي او 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 ال او ال بحث اللي تريده انت وهكذا يعني وهكذا يتم عمليه السيرش اللي موجوده. طبعا الصفحه اللي قلنا احنا نقدر تصير اول ما تفتح نختار الصفحه نثبتها اللي نريدها شنو هي اللي هي الهوم مال الانترنت اكسبلورر. شلون نثبتها؟ يتم تعيين الصفحه الرئيسيه من الخطوات الاتيه، غلق جميع علامات المفتوحات المفتوحه الانترنت اكسبلورر، نفتح بس انترنت، نروح على ادوات تولز وانترنت اوبشن. اوكي شباب هاي من تروح على السيتنج تول انترنت اوبشن وهاي الخيارات تطلع لك سكيورتي برايفسي كونتنت اوكي بروجرام ادفانس هاي كلها من هنا الضبط ماشي و نعم تروح على الجنرال تروح على الجنرال اول وحده جنرال نختار هوم بيج خلي اللينك مال الهوم بيج مالتنا اللي نريدها اوكي خلي الويب سايت مالتها ونقول له اوكي ابلاي راح شو يصير؟ كل ما تفتح الانترنت اكسبلورر انت خازن بموقع يفتح تبحث الصوره نعم دكتور واضح ونغير من هذا الموقع اللي موجود يعني. Favorites القوائم المفضلة نفس الشيء L plus C يعني موقع مال إخباري، موقع مال مجلة علمية، موقع مال مادة، موقع مال كذا، تضغط على الفيفورتس راح في السلسلة المفضلة وتنحفظ لك وتقدر انت ترجع لها على السريع. ماشي شباب هاي الصفحه مقلوبه اسف جدا يعني ما اعرف شلون صارت ماشي وهكذا يتم عاد لكم اياها هاي وادز لكم اياها يعني بالتوضيح هكذا وهكذا المتصفحات اللي موجوده طبعا المتصفح هو حاله حال اي شيء تابع للويندوز فلازم يكون متكامل نوعا ما من حيث توفير خواص الفايل السيفنج سيف از البرنتنج مو التعامل التكبير وهكذا يعني الامان او السيفتي مهم جدا مهم جدا اي سيستم اي نظام بدون نظام الامان مالته فيه واهم يسقط مو البشر الانسان شنو نظام الامان مالته؟ مين يقول لي؟
شباب البشر شنو السيفتي مالته نظام الامان مالته؟ هي العفو دكتور كريات الدم البيض اللي 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 هي المناعه. المناعه اللي ما عنده مناعه يجي كورونا يقول لك ايش ملك؟ مو ينهيه يعني تقريبا يعني. فهو فاذا المناعه هو شنو؟ مثل نظام السكيورتي او البروتكشن لك. نفس الشيء هنا نجي الامان سيفتي وهكذا. هاي قائمه الامان اللي موجوده يعني تشوف الخصوصيه مالتك تشوف بيصير شلون توقف وهكذا يعني اللي موجود مهم جدا يعني. لا هسه نجي يا شباب على السيفتي اللي هو نبحث به عن المواضيع مواقع مصادر وعود اي شيء يعني كل من اهتماماته يعني اللي بيصير. يعني مجرد تكتب اسم الموضوع وانت هو راح يبحث لك نوع الملفات فيديوهات الايمج بلوجات يعني التدوينات وهكذا يعني. من ديسك كليك ايمن على اعلى المنيو بار راح تظهر لك شريط القوائم الفيفورت ثم الكومن والمعلومات وهكذا يعني اللي موجوده. وخياراتها يعني ملف فايل يحتوي وهكذا يعني. انتم ما مطالبين شباب هاي الصفحات كلها تحفظوها بس انتم تفهمون كل خاصيه كل شريط شو تسوي شلون نبحث طريقه البحث شلون تكتب الماده اللي تبحثها شلون بس انت يعني هذه الامور. هاي مجرد كامثله وهكذا. شلون تغير الاسم شنو الفرق بين سيف وسيف از؟ من يقول لي شنو الفرق بين سيف وسيف از؟ شباب حفظ دكتور العفو حفظ وحفظ باسم. الحفظ هو تعديل على الملف نفسيته راح ينحفظ بس حفظ باسم يعني ملف جديد. يعني ممكن تغيير الاسم سيف تخزن وتسميه لازم اسم جديد والسيف از اللي خازنه قبل واللي هو الاسم الجديد اللي تسميته اللي هي ممكن تسميه بغير اسم اوكي كعنوان ممكن كامتداد صوره غير الامتداد مال جي بي جي او غيرها ممكن من ملف حوله من وورد الى بي دي اف فاكتور السيفات وهكذا يعني من موجود الايديتنج راح تلقون مشاريعكم طلاب يعني راح اسوي لكم لجنه ونتابعكم. فالرجاء الرجاء تستفادون من الانترنت تستفادون من مهارات الاوفيس الاهتمام الزائد بكتابه البحث صحيح ضبط مالته ترتيب يعني كلها خذوها بنظر الاعتبار وهي في نهايه العام ان شاء الله. ميني مضاف ايضا هنا شريط القوائم تعليمات اللي دي. دائما بالمنيو بار بالهيلب يطلع لك رقم المتصفح مالتك يا هو يعني. البريد الالكتروني وهكذا ايضا يعني عشان تقدر تدخل على برامج البريد الالكتروني
وهكذا بقيه المتصفحه المعلومات الاشرطه عندنا الستيتس بار الثاني الجزء السفلي وايضا في تكبير وتصغير عن قوه الاتصال وهكذا باقي مهام اخرى واضافات. طب شنو معنى تيمبراري؟ كلمة تيمبراري مؤقت يعني شيء وقتي. فأنت أي موقع تتصفح شو يصير؟ يخزن بالمتصفح الإنترنت المواقع اللي صفحتها كلها وقتي. تقدر تشوف كل المتصفحات ذنين تقدر تحذفهم ايضا تقدر تزيد المساحه المسموحه لتخزين هاي الملفات وهكذا يعني تحكم بها وعلى البراوزنج من التولز من الانترنت سيتنج يعني تولز وعلى الجنرال تروح على البراوزنج هيستوري تقدر تحذف الملفات تقدر تحذفها يعني. سامعين بالداونلود مانجر؟ اكيد دكتور. اللي هو شلون تسوي عملية تنزيل لملف معين فيديو بي دي اف اوكي تطبيق اللي هو يكون محمل فعندنا احنا الداونلود انه شلون تنزله هنا يعتمد على جوده الانترنت وسرعته مو واللي عندك فانت تنزله تخزنك بالحاسبه لان هنا اسال سؤال شباب اكتب عليه اذا لقيت ملف بي دي اف عجبني وردت انزله وطول عمليه تنزيل الملف يسموه داون لود يعني اذا بالعكس انا اريد احمل ملف حتى الاخرين من يصفحوه كذا يشوفوه ينزلوه يسووا له داون لود شو اسم هاي العمليه؟ دكتور اسمها ابلود. جيد جيد ابلود فاذا الانترنت هو معتمد على شنو؟ اكو واحد يقول الانترنت احنا بس استلام لا الانترنت هو ارسال واستلام والابلود بمشاكل الداونلود بمشاكل السرعه وهكذا ماشي بلا زحمه عليك دكتور صوتك شو كلش ناصي ما اسمع ها صوت ناصي اي والله دكتور اذا امكن من يمك فد المايك قربها تمام 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 انا عندي صوت عالي يعني فجاه نص علي فجاه لو هو من البدايه ناصي لا انا هسه بدا بالبدايه خوش بدات المحاضره بس هسه بدات شوي شوي ضعيف هسه انا عليت الموبايل بس هم ضعيف تمام تمام اخشى علي انه الخلل يمك يعني مو جهازك مو بجهازي لان انا ما ادري نشوف الود عندهم شيء مشكله هذا اي دكتور انا هم عندي صوت ناصي عموما طلاب الداونلود مانجر وشلون بده تصير الاليه وشلون بده ننزل راح ناخذه بالمحاضره اللاحقه ان شاء الله اللي اريده من عندكم انه هذا الانترنت اكسبلورر هنسوي هذا ريفيو سريع انه التاسع اللي هو تابع للمايكروسوفت ويندوز مالتنا عرفنا انه شلون تتصفح به وشنو التولز اللي موجوده وشلون اساسيات البحث اللي موجوده به والاشرطه واستخداماتها وتطبيقاتها فاقروه لانه ما تقدرون تتواصلون بالمحاضرات اللاحقه حول الموضوع ماشي طلاب طبعا انا اشكر اهتمامكم ومشاركتكم الفاعله في محاضرتي
اليوم، وألتقيكم إن شاء الله في الأسبوع القادم. أي شباب.